بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد حتى الخميس وينطلق من الساعة 6:30 حتى 8:00 بصحبة طبعا ضيوف كرام ومختلف من الفقرات المنوعة. ويسعدني في البداية نمسي على زميلي بالخير حسن الشهراني، مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالنور والسرور زميلي أحمد. مشاهدينا الكرام يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حياتنا، نستهل فيه هذا البرنامج بمواضيع تخص الشأن الداخلي وما يحيط بمجتمعنا القطري وما تحدث من أحداث يومية في هذا البلد، في وطننا الغالي والعزيز على بلادنا قطر الحبيبة. أحمد، يعني اليوم حنا غرة شهر شعبان، شهر يأتي بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان، وشهر شعبان له بعد من الفضائل اللي يعني الناس يعني دائما تسعى للخير. حلو، استعداد طبعا لشهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا الشهر الفضيل، ودائما ما يستعد الناس لشهر رمضان المبارك. الله يتقبل منا ومنكم طبعا الصيام ويبلغنا هذا الشهر الفضيل، اللهم آمين. ودي أتكلم عن شيء جميل نعيشه احنا هذه الأيام. يمكن مشاهدينا الكرام يشوفون أغلب مذيعينا سلمان يوسف وغيره من الشباب اللي متواجد في المملكة العربية السعودية وأيضا اللي بيتواجدون في الكويت يعيشون أجواء الفرحة في يوم التأسيس غدا السعودية، وأيضا هلا فبراير في تاريخ 25 وتاريخ 26. نعم بالتأكيد، هذه الدول الشقيقة أخوي أحمد. مشاهدينا الكرام، يعني المملكة العربية السعودية دولة شقيقة لبلادنا الحبيبة قطر، تربطنا معهم أواصل الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل، ويجب علينا حنا هنا كشعب قطري أخ للشعب الشقيق السعودي أن يفرح معهم بيوم التأسيس، أيضا مع شعب دولة الكويت الشقيق الذي نعتز بهم أخواننا، ونفرح فرحهم في احتفالاتهم الوطنية في شهر فبراير. ومن هنا نشكر زملائنا المتواجدين هناك في هذه الدول الجارة والحبيبة لنا لنقل هذه المشاعر الطيبة وفرحتهم، لتكتمل فرحتنا مع فرحة أخواننا. بالفعل أخوي حسن. مشاهدينا الكرام، دعونا نبدأ أولى فقراتنا الإخبارية، حيث انطلقت اليوم فعاليات المخيم الميداني 9 للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري، ويستمر حتى 2 مارس المقبل. نعم أخوي أحمد، مخيم هذا العام يقام تحت شعار تأهب فعال واستجابة أفضل، وبذلك التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف مخيم إدارة الكوارث 9 الذي يستمر لمدة 10 أيام إلى تأسيس فريق مدرب ومتخصص في إدارة الكوارث لتحقيق استجابة أفضل لمخاطر التجمعات الكبيرة وتبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية والمؤسسات القطرية في مجال الاستجابة لكوارث الحشود البشرية. نعم أخوي أحمد، يستقطب المخيم هذا العام 300 مشارك من هيئة الدفاع المدني والمؤسسات الحكومية القطرية والقطاع الخاص والجمعيات الوطنية في المنطقة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بالإضافة إلى متطوعي الهلال الأحمر القطري. طبعا أخوي حسن، تتنوع في هذا المخيم مجالات التدريب النظري والتطبيقي، تشمل مختلف قطاعات العمل الإغاثي الميداني مثل الإيواء في الطوارئ، التغير المناخي، اللوجستيات، إدارة المستودعات، الوصول الآمن. هذا المخيم أخوي حسن طبعا انطلق في 2006، وتفاعل كبير من المجتمع للمشاركة والتسجيل في هذا المخيم اللي ما شاء الله الآن هو وصل للسنة 9. هذا المخيم مثل ما يعرفون بعض المشاهدين واللي أيضا ما يعرف، فيه العديد من الدورات، فيه العديد من الجانب العملي، كأنه
يعني خلنا نقول شيء مصغر لما يحدث في الدول المنكوبة واللي فيها الزلازل والأعاصير وغيرها. نعم، والكوارث الطبيعية والبشرية. ودائما نرى بلادنا الحبيبة قطر من خلال فريقنا، فريق البحث والإنقاذ الدولي، يتواجد دائما في جميع مناطق العالم لإغاثة المتضررين في هذه الكوارث. وبالتأكيد بلادنا تسعى دائما لجعل مجتمع قوي متماسك يستطيع أن يتعامل مع جميع الأحداث، وهذا يدل على حكمة قيادتنا الرشيدة في بناء هذا الوطن والعمل على النهوض بالمجتمع إلى مصاف الدول العالمية. والجميل في مثل هذه المخيمات تسقل طبعا مهارات الإنسان، خاصة مثل ما قال أخوي حسن في مجال البحث، في مجال الإنقاذ، أيضا في مجال التنمية الذاتية. شخصك أنت كإنسان كيف تتعامل مع المخاطر، وكيف تخطط، وكيف تضع الأهداف، وكيف تحمي أيضا الآخرين من المخاطر التي توجد في تلك البلدان. أحمد، شاركت في هذه المخيمات من قبل؟ لا والله أمانة ما شاركت فيها، ولي رغبة أني أنا أشارك مثل هذه المخيمات. كانت لي مشاركات تطوعية مختلفة، لكن في مخيم الكوارث أتابع الفيديوهات، أتابع الشخصيات اللي تشارك، يعني يصير لهم أشياء مختلفة، مثل يعني هجوم مباغت، أشياء يعني مختلفة، تدريب مختلف، نوع مختلف من التدريب اللي عايشونه في مخيم كوارث. نسمع عنه دائما مع ضيوفنا، احنا حتى نتذكر لما نستضيف ضيوفنا ويتكلمون عن هذا المخيم. نعم بالتأكيد أحمد، يعني القائمين على هذا المخيم يعني نرفع لهم العقال، احترام وتقدير على الجهود الجبارة التي يقومون بها في خدمة هذا الوطن، ومن خلال وضع هذه السيناريوهات التي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لا تمر علينا ولا نتعامل بها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما الحيطة واجبة. ندخل على الخبر الثاني. خبر ثاني وخبر تحبه أخوي حسن. طبعا مشاهدينا الكرام، انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية في نسخته الرابعة، والذي تنظمه لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الخيل محليا وخارجيا. نعم أخوي أحمد، وتقام نسخة هذا العام بالساحة الغربية لسوق واقف، وتستمر حتى 28 من شهر فبراير الجاري، حيث سبق للمهرجان الذي انطلق عام 2018 أن حقق نجاحا لافتا وإقبالا كبيرا من الجمهور. وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان هذا العام جوائز مالية تصل إلى أكثر من 6 ملايين ريال، توزع على الفائزين بالمراكز الأولى. وتتميز نسخة هذا العام بمشاركة كبيرة من الدول الخليجية، حيث يصل عدد الخيل المشاركة من الخارج نحو 57 رأس. المهرجان سيشهد أيضا تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة، من بينها إكشاك تم تخصيصها لبيع مستلزمات الفروسية، بجانب فعاليات متنوعة وترفيهية للأطفال. احنا ختمنا طبعا قبل ايام هنا المهرجان الفروسية اللي تم في كتارة، وشفنا ايضا تفاعل الجمهور والعديد من الفعاليات، يطلعنا على المزيد اخوي حسن. جميل. ما شاء الله عليك، يعني عندك خبرة في هالمجال ومشاركاتك في الفروسية. أعطيك العافية. نعم الفروسية، يعني إحنا ما زلنا مشاهدين الكرام إلى الآن أثار مهرجان كتارة الدولي للخير العربية متواجدة إلى الآن، يعني للحين ما طلعنا من هذه الأجواء، وهذا يدل على أن القائمين على هذه الرياضة وخدمة هذه الرياضة يسعون دائما إلى الرقي بها إلى أعلى المصاف من خلال وضع هذه المهرجانات والمسابقات التي تخدم ملاك الخيل، من وضع هذه المهرجانات الدولية من مهرجان كتارة الدولي إلى مهرجان سوق واقف. وبالتأكيد فرحة الملاك أخوي أحمد فرحة يعني كبيرة جدا لما تضع لهم هذه المهرجانات وهذه الجوائز، وأيضا الاحتكاك مع أخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذه المهرجانات، ما يرفع من سقف التنافس والطموح، وأيضا يرفع من مستوى هذه الرياضة الجميلة. إذن لمحبي الخيل عليكم بالذهاب إلى سوق واقف ومتابعة هذه الفعاليات. إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، تعرضت مناطق جنوب تركيا أمس إلى هزتين أرضيتين جديدتين شعرت بها مناطق سوريا
فضلا عن امتدادها إلى فلسطين ولبنان. هذه المناطق طبعا ما زالت مشاهدينا الكرام لم تتعافى بعد من أثر الزلزال العنيف الذي وقع يوم السادس من شهر فبراير الجاري، حيث شرعت دولة قطر منذ ذلك التاريخ بتسيير جسر جوي لإغاثة المتضررين من جراء الزلزال في جنوب تركيا والشمال السوري. نعم أخوي أحمد، مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذا التقرير الذي يرصد جانب من تفاصيل الجهود القطرية لإغاثة المتضررين من جراء زلزال تركيا وسوريا، لنتابع. لأن ألمنا مشترك ولأن جسدنا واحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولأن الإنسانية أفعال لا أقوال، تلاحمت الأيادي لإيقاف نزف الجرح لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا. ومنذ الساعات الأولى للزلزال هرعت قطر إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقاً من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وتوالت بعدها حملات التبرع الرسمية والشعبية. حجم مساعدات دولة قطر الإنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وشمال سوريا بلغت حوالي 253 مليون ريال، تشمل مساعدات غذائية وطبية وغيرها، في وقت تواصل فيه قطر متابعة الأولويات الميدانية لدعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين. حملة عون وسند الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال التي دشنتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية جمعت في ليلة واحدة 168 مليون ريال. أما عدد رحلات الجسر الجوي فقد وصلت حتى الآن إلى 80 رحلة محملة بأكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، كما تم شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10,000 منزل متنقل جاري التخطيط لنقلها وإيصالها للموانئ التركية في أسرع وقت. إضافة إلى تقديم صندوق قطر للتنمية دعماً إلى عمليات الدفاع المدني السوري الخوذة البيضاء من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا ومساعدة فرق البحث والإنقاذ، علاوة على تقديم الدعم اللازم لإصلاح سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات والعمل على تلبية الحاجة الكبيرة لوقود تشغيل المركبات الثقيلة. الاحتياجات كبيرة وهائلة مع صعوبات لوجستية خاصة في الوصول لبعض المناطق في شمال سوريا، إلا أن قطر تحاول قدر الإمكان أن تقوم بجهد يدعم جهود الإنقاذ ورفع معاناة المتضررين. مشاهدينا الكرام، للوقوف على آخر تفاصيل الحملات القطرية المتواصلة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، ينضم إلينا من الحدود التركية السورية السيد مازن عبد الله سلوم، رئيس بعثة مكتب الهلال الأحمر القطري. مساك الله بالخير أستاذ الفاضل. مصاب جلل أصيبت به هذه الدولتين والأشقاء في سوريا وتركيا، لو تطلعنا على ما يحدث لديكم الآن. مساكم الله بالخير، الله يبارك فيكم، شكرا على التقرير الرائع الذي حقيقة أعطى صورة واضحة عن ما تقدمه دولة قطر بتوجيه سمو الأمير هذه الدولة الكريمة وأهلها الكرام الذين ما زالوا يعطون الخير والعطاء. كانت دولة قطر ممثلة بكل الجهات، سواء كان هيئة تنظيم الأعمال وصندوق قطر التنمية، الأخوية، الهلال الأحمر القطري، قطر الخيرية، الكل تضافرت الجهود من أجل سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين نتيجة الزلزال. قام الهلال الأحمر القطري بإنشاء غرفة عمليات في المقر الرئيسي في الدوحة لتأمين متطلبات الإغاثة، ووجود مكتبنا في تركيا، وأيضا لدينا مكتب في الشمال السوري منذ 2012 يقوم بخدمات الإنسانية الإغاثية والتنموية. تحولت كل الجهود واستنفرت كل جهود الهلال الأحمر القطري من أجل تأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة. في اليوم الثاني بالضبط للزلزال كان لدينا خزين من مواد إغاثية
قرابة 4800 سلة غذائية جاهزة للتوزيع، جاهزة للأكل. بدأنا في توزيعها على مدى أسبوع تقريبا، غطينا مناطق كثيرة من الأكثر تضررا في الشمال السوري. كان تركيزنا على الشمال السوري لأنه كان هنالك تركيز كبير بسبب حجم الكارثة الكبيرة على الدولة التركية، فكان هنالك مبادرة، وكان أول داخلين كشحنات إغاثية إلى الشمال السوري هو الهلال الأحمر القطري. أرسل الجسر الجوي القطري 35 طن من الإغاثة المختلفة، سواء كانت طبية، إغاثية، مواد تنظيف، بطانيات، خيام، فرش أرضية ومواد إغاثية عديدة، تم تفويجها وإرسالها في اليوم الثالث للكارثة عن طريق معبر باب السلامة، وأرسلت وتم مباشرة بتوزيعها مباشرة، بالإضافة لتخصيص مليون دولار من خزينة الطوارئ من مصاريف الطوارئ الموجودة في الهلال القطري من أجل توفير سلل غذائية وبطانيات وخيام إلى الداخل السوري. هذه الجهود استمرت بالإضافة إلى إرسال 3 فرق طبية من أطباء الاختصاص خلال يوم الرابع، وصل عن طريق الجو من دولة قطر فريق طبي متخصص باشر فورا فور وصوله إلى مستشفيات الشمال السوري بإجراء عمليات وداخلات جراحية مهمة جدا. كان التخصص مهم في إنقاذ حياة الكثيرين بسبب عمليات الدهس، ويعني أنقذوا حياة الكثيرين بهذا الموضوع. ما زال الفريق الطبي الثاني والثالث مباشرة عمله، أمس أدخلنا 7 أطباء اختصاص قدموا من ألمانيا، هم من أصول سورية، باشروا فورا سبحان الله. أول دخولهم حدث الزلزال الثاني اللي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي، وفور وصولهم مباشرة توجهوا إلى غرف العمليات لإنقاذ الحالات اللي تسببت أمس نتيجة الهلع، نتيجة الخوف، والبعض من الأهالي قفزوا من النوافذ خوفا من رعب الزلزال من أجل يعني حتى يسلمون، وصارت حالات معينة كثيرة من هذه الحالات في الشمال السوري. الجهود متواصلة في تقديم الإغاثة، أمس أدخلنا 4 شاحنات تتضمن خيام، مواد طبية، أجهزة طبية متعددة، كانت متبرع من صندوق قطر للتنمية اللي رفدنا أيضا بالعديد من الإغاثة خلال أسابيع الماضية لفترة الزلزال. كنا تقريبا اليوم الثالث دخلت أنا شخصيا معنا فريق من أجل تقييم وضع جنديرس، المدينة الأكثر تضررا واللي خسرت تقريبا أكثر من 70% من بيوتها. أمس الزلزال أكمل على ما تبقى من هذه المدينة والمناطق الأخرى، ليس فقط جنديرس. وزعنا في اليوم الثالث 500 سلة غذائية للمتضررين اللي كانوا في العراق. شاهدنا صور مروعة عن حجم الدمار الهائل لهذه المدينة، وشاهدنا الدفاع المدني يحاول إيجاد الضحايا الأحياء تحت الأنقاض، وشاهدنا الجثث كيف يتم إخراجها من تحت الأنقاض. إضافة إلى مدينة حارم أيضا وزعنا هناك مخيم قيم للبيوت المهدمة، تم في اليوم الخامس توزيع أيضا العديد من المواد الإغاثية، سلل غذائية متنوعة، مواد تنظيف، بطانيات، فرش إلى المتضررين، بعض المتضررين اللي كانوا في تلك المناطق. جهود مستمرة، أقمنا مخيم بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في منطقة قريبة من جنديرس، منطقة آمنة نزح لها الأهالي، التعاون مع أيضا الخوية وقطر الخيرية، قمنا مخيم الآن يتم تطويره وإضافة المزيد من الخيم في تلك المنطقة، 437 خيمة تقريبا. نعم. يتم إضافة المزيد وأيضا رفده بالمواد المختلفة في المرحلة القادمة. نعم. الأدوية والمسمار الطبية أيضا تم شحن أكثر من 3 شاحنات تضمن أدوية ومسمار طبية جدا مفيدة لحالات الطوارئ والكوارث. نعم. تم توزيع جزء من الأدوية، ويتم الآن أيضا توزيع ما تبقى على المستشفيات في الشمال السوري، سواء كان في إدلب أو المناطق الأخرى. هناك خطة لتوزيع هذه المواد ثامنة. هنالك ما زال حاجات كثيرة. نعم. ونقص كبير في المواد الإغاثية والمواد الطبية بالذات. أهم النقاط اللي لاحظناها هو ظهور حالات كثيرة من الفشل الكلوي نتيجة الخوف ونتيجة ما يتم من حالة الإرباك اللي يصير في الزلازل. لهذا هناك حاجة كبيرة لوحدات غسيل الكلى وأيضا أطقم غسيل الكلى
وفي نقص كبير فيها، هنالك ايضا حاجات كبيره، العديد من الادويه والمسمات الطبيه اللي اصلا تلك المناطق، يعني احنا نتكلم عن منطقه من 2012 تعاني بسبب النزوح، زاد النزوح اكثر، اصبح الثقه في المنازل بسبب اصلا قدم المناطق تلك زاد اكثر من المصاب، واصبح الخيمه ملجا امن بعد ما كانت اذى على الناس. الان اصبح الكثير من العوائل لا تثق في المنازل بحكم استمرار الهزات الارضيه الارتداديه اللي وصلت بالالاف. هذا الوضع نتكلم عن سوريا، ما عدا الوضع اللي هو في جنوب تركيا، ايضا الهلال الاحمر القطري جهود الان مع الهلال الاحمر الكويتي والهلال الاحمر التركي في تامين العديد من الشحنات الاغاثيه، ستبدا ان شاء الله الاسبوع هذا في شحن شاحنات تضمن خيام وبطانيات ومواد غذائيه، سيتم توزيعها مع الهلال الاحمر التركي، وكذلك هنالك شحنات مع الهلال الاحمر الكويتي بتبرع كريم من الهلال الاحمر الكويتي، سيكون نشاط مشترك مع الهلال الاحمر القطري والهلال الاحمر التركي في مناطق الجنوب التركي في هاتاي في عنتاب في كهرمان مرعش، وايضا هناك ستقام مطابخ سيتم تمويلها من الهلال الاحمر الكويتي والهلال الاحمر القطري، مطابخ متنقله هذا حسب احتياج الهلال الاحمر التركي بسبب وجود مئات الالاف من الناس في العراء سواء كان في المخيمات او في تجمع مناطق الايواء الامنه، سيتم ايضا توفير المواد الغذائيه او الوجبات الغذائيه عن طريق الهلال الاحمر التركي بدعم هذه المطابخ المتنقله، ما يقارب تقريبا 10 مطابخ متنقله، بالاضافه الى احتماليه ان شاء الله يكون دعم للمطبخ المركزي اللي يفكر به الهلال الاحمر التركي باقامته، هذا مع ايضا خدمات اخرى ونشاطات اخرى سيناقشها وفقا لقادم ان شاء الله هذا الاسبوع نهايه الاسبوع بالشراكه بين الهلال الاحمر القطري والهلال الاحمر الكويتي. سيد مازن يعني جزاك الله خير، نقلت لنا رساله واضحه ونقاط واضحه في الجهود التي تقومون بها هناك، الله يجزاكم خير الجزاء على كل ما تقدمونه في تلك الأراضي ووسط الزلزال والآثار والبيوت المدمرة، تقومون يعني بجهود مباركة، الله يجزاكم كل خير. لو أسألك سؤال أستاذ مازن، شنو أكثر احتياج يحتاجونه أخواننا هناك؟ أكثر شيء يحتاجونه الآن وأنت الآن على الهواء تنقل لنا هذه الرسالة؟ والله الحاجة بالذات للناس اللي بدون مأوى الآن أصبح موضوع الخيم، مع العلم كان هنالك في رفض للخيم سابقا، ولكن الآن في طلب زاد على موضوع الإيواء، الناس أصبحت لا تثق في المنازل بسبب تأثرها في الهزات الأرضية سواء كان الزلزال أو الهزات الأرضية المتتابعة، أصبح موضوع الإيواء والخيام في طلب كثير عليه. الخيام معناها طلبات أخرى اللي هي البطانيات، اللي هي الفرش الأرضية، اللي هي مواد التنظيف، اللي هي الغذاء الجاهز، وبعدها أيضا ينتقلون إلى المواد الغذائية الأساسية. مع برودة الجو اللي هو تصل حرارة إلى الصفر وتحت الصفر سواء كان في الجنوب التركي أو في الشمال السوري، هناك حاجة لموضوع الوقود والتدفئة، احتياجات كثيرة. المخيم معناها هي مجموعة من الخدمات تقدم في هذه المناطق اللي يأوي إليها الناس هربا من المباني، هربا من احتمالية انهدام المباني بعد الرعب الكبير اللي صاب الناس، أصبح الطلب إلى موضوع الخيم والمخيمات مع محدودية المتوفر من الخيم. نحن نعلم أيضا هنالك ليس هناك كثير من المتوفر حاليا من المنظمات في موضوع الخيم نظرا لارتفاع أسعارها، وأيضا هنالك لوجستيات كثيرة، الطرق في داخل تركيا ايضا تضررت كثيرا، شاهدنا مناطق كثيره تضررت، عمليات النقل ارتفع اسعارها، انقاض الموجوده في الداخل السوري بسبب انهدام البيوت ايضا، نحن نعلم ان الشمال السوري مختلف في وضع الخدماتي، هناك معاناه طويله من سنين كثيره، اتى الزلزال الى ان يقضي على ما تبقى من خدمات او حتى القدرات بنتها المنظمات وغيرها خلال السنوات الماضيه. زلزال أتى البنية تحتية منهارة متهالكة ضعيفة، فحقيقة الحاجات الطبية أيضا مهمة جدا، صار هناك ضغط أكثر على الأطباء، يعني فقط في منطقة حارم فقدنا العشرات من الأطباء والممرضين بسبب انهدام عمارات سكنية كانت تضم مجموعة أطباء، هذا أيضا أثر على المتوفر من الطواقم الطبية اللي موجودة. الكل احنا فرقنا الطبية فرقنا الإغاثية أصبحت أيضا من الضحايا،
يعني عاملين بالاغاثه هم ايضا اصبحوا ضحايا. الكل لا نشكو ان الشكوى لله، ولكن حتى الفرق الطبيه الموجوده في تركيا والفرق الاغاثيه من تركيا ايضا امس الناس بعد الزلزال حتى في غازيعنتاب حيث يقيم مكتبنا الكل هرع للشوارع، بتنا في السيارات. لا حول ولا قوه الا بالله. أصبحت لا تثق في البنايات يعني. سيد مازن، يعني انت سيد مازن ذكرت ان يعني الناس الان لا تثق في المباني بسبب هذه الزلازل والارتدادات. خلينا نتكلم اليوم، يعني احنا من خلال هذه اللقطات نشوف قيادات الهلال الاحمر القطري متواجده هناك من الرئيس التنفيذي الى مدراء الادارات، يعني من خلال هذه اللقطات تواجد اخواننا من فريق البحث والانقاذ القطري، من الاخويه، من الجيش، يعني الكل قام بهبه يعني بالاقامة بالمساعده لخدمه اخواننا في تركيا وفي سوريا، ونتمنى من خلال هذه المساعدات والتي تصل الى الشعب السوري والتركي المتضرر من الزلازل ان توصل اليهم، واقل حاجه ان ترسم عليهم نظره الامل بغد مشرق. إذا كل الشكر للسيد مازن عبد الله سلوم رئيس بعثة مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا على هذه الرسائل التي أرسلتها من خلال هذا اللقاء عن طريق الجوال الهاتفي، ويعني مثل من خلال هذه اللقطات شرحت لنا وللسادة المشاهدين ما تقوم به الهلال الأحمر القطري والجمعيات الأخرى في خدمة متضرري الزلزال. نعم حسن، لم يبقى علينا إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن الله يحفظهم، وأيضا التبرع لهذه الجهات الهلال الأحمر وقطر الخيرية دعما لإخواننا لنقف معهم في هذا المصاب الجلل. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين معاكم في برنامج حياتنا، ولكن نتوقف مع هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، نواصل معاكم فقرات برنامجكم حياتنا. مشاهدينا الكرام، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن التقرير التالي مشاهدينا الكرام يرصد لنا افتتاح هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة. رافعين راية التعاون من أجل حياة الناس والحفاظ على بيئتهم، انطلقت في لوسيل أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال وتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد الثاني وزير البيئة والتغير المناخي. تأتي أهمية هذا المؤتمر اليوم لأنه يسلط الضوء بقوة على حقوق الإنسان المتأثرة بالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم، مثل الفيضانات والتصحر والجفاف و طبعا الحرارة الشديدة وارتفاع منسوب سطح البحر وغيرها من الكوارث البيئية للأسف اللي أصابت كوكب الأرض وأثرت على حقوق الإنسان. اليوم الحقيقة هذا المؤتمر سيكون منصة ثقافية فكرية لتبادل الرؤى والأفكار والمعلومات حول هذه التحديات والخروج بتوصيات عملية تطبيقية إن شاء الله سوف نراها بالمستقبل إن شاء الله. هذه موضوعات جديدة في المنطقة العربية وأيضا في منطقة الخليج، و حقيقة الشراكة مع دولة قطر ومع اللجنة الوطنية ليست الأولى، نحن نظمنا عديد من المؤتمرات المشتركة، وهذه تعكس توجه القيادة القطرية نحو مواضيع حقوق الإنسان بشكل عام. ويكفي أنه دولة قطر لديها وزير للتغير المناخي، وهذا شيء غير مسبوق في المنطقة،
وللتأكيد على أهمية العمل الجماعي في مجال المناخ وتسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلة لحفظ حقوق الإنسان، اجتمع في هذا المؤتمر أكثر من 250 من الأكاديميين وواضعي السياسات والخبراء والباحثين، إضافة إلى العاملين بالوزارات ذات الصلة. فلنظر لحق الحياة، فهو متعلق بحق البيئة وحق تغيير المناخ، أيضا متعلق في الغذاء والصحة والدواء وغيرها، كلها تتعلق في البيئة. فإذا تدمرت البيئة كل هذه الأمور تتعلق بها، ولذلك لها أهمية كبيرة جدا، وبالأخص فيما يتعلق في الجانب الأضعف، في بعض الدول التي لا تستطيع أن تحمي بيئتها بسبب تغيير مناخ، بسبب بعض الدول الكبرى. تسليط الضوء على الممارسات الفضلة واحترام حقوق الإنسان، كذلك تقاسم التجارب بين الدول والمنظمات المعنية بالتغيير المناخي، ونطرح دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. رفع التوعية بالتغيرات المناخية الحاصلة نتيجة الممارسات الخاطئة وتأثيراتها على تمتع الإنسان بحقوقه الكاملة، ومناقشة التزامات الدول لمنع التدهور البيئي خاصة في الدول النامية والمجتمعات الهشة، هو مجتمع لأجله المسؤولون والحقوقيون والفاعلون الدوليون، وضعين نصب عيونهم النهوض بالعمل المناخي القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة المناخية. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، حيث تنظم مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائها بطولة أهداف من أجل الخير الرمضانية لمساعدة الأطفال الأكثر ضعفا وتهميشا في العالم، وكجزء من حملة رمضان 2023 أهداف من أجل الخير. نعم حسن، ونوهت المؤسسة إلى أن الحدث سيقام في كلية الدوحة بمنطقة الوجبة ابتداء من الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعة 8 مساء، حيث ستستمر منافسات مباريات كرة القدم خلال اليوم، وستبلغ ذروتها في الربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية. نعم أحمد، الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبدالله سالم البكري، المدير الفني في مؤسسة التعليم فوق الجميع. يا هلا مرحبا فيك. الله يحييكم، وأنا سعيد أن أكون معاكم أخي أحمد وأخي حسن في هذا اللقاء، ونعرف المشاهدين على برامجنا القادمة. يا مرحبا أبو سالم، أهداف من أجل الخير اسم جميل، خلنا نتكلم عنه، وشنو الهدف من هاي الاسم أو هذه البطولة؟ نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في مؤسسة التعليم فوق الجميع سعداء جدا في أن نطلق حملتنا الرمضانية، وراح يكون باكورة الأنشطة اللي راح نقدمها هو البطولة، بطولة كرة القدم اللي سميناها أهداف من أجل الخير. البطولة هذه راح تكون بيوم واحد، راح يشارك فيها تقريبا 35 مدرسة من مختلف مدارس دولة قطر، وراح يكون حقيقة هي بطولة رياضية، ولكن هو عبارة عن كرنفال مصغر يحتوي على الأنشطة الرياضية، الأنشطة الاجتماعية، أيضا راح يكون في مسابقات مصاحبة، وراح نتطرق لها يعني المشاركات المصاحبة للبطولة. أهدافنا في هذه البطولة هو لنا ثلاث أهداف رئيسية، احنا كمؤسسة التعليم فوق الجميع ندعم أهداف التنمية المستدامة، لذلك احنا نركز على الهدف الرابع اللي هو هدف التعليم للجميع، أو أهمية التعليم للجميع. أيضا أهدافنا اللي نسعى أن نحققها في هذه البطولة هو هدف الصحة للجميع، أيضا من الأهداف الإنمائية الكبيرة اللي نسعى إلى تحقيقها. أيضا الهدف الأخير اللي نسعى إلى تحقيقه هو الشراكات اللي راح تكون في هذه البطولة، واللي راح نتطرق لها بشكل أكبر في خلال حديثنا. نعم، من الجميل جدا يعني أن نرى مثل هذه الكرنفالات مثل ما سميتها أنت، وذكرت يعني 35 مدرسة، تحديدا من الفئة المستهدفة والفئة العمرية لهذه الفئة؟ نعم، احنا نستهدف المدارس، والفئة المستهدفة في هذه البطولة هي الفئة من 10 سنوات إلى 18 سنة. راح تقسم الفرق إلى مجموعات حسب الأعمار وحسب الفئات ذكور وإناث.
راح نستهدف ايضا العوائل اللي راح يكونوا متواجدين ويعني يشجعون ابنائهم اللي مشاركين في البطوله، ايضا نستهدف الاطفال اللي راح يكونوا متواجدين، وراح يكون في انشطه متعدده حول بطوله كره القدم. راح يكون عندنا بطوله رسم يشاركون فيها الاطفال واولياء الامور، واخترنا عنوان لها اللي هو الفصل الدراسي في المستقبل. نبغي نشوف الأطفال اللي جايين يشاركون معنا في هذا الكرنفال شنو تصورهم للفصل الدراسي، وكيف حابين أن يكون الفصول الدراسية في المستقبل. راح نترك المجال لإبداعاتهم، فاللي حاب يرسم راح يكون في أدوات تساعد في الرسم، اللي حاب يشتغل أشغال يدوية ويبدع من خلال تفكيره أيضا بيكون المجال متاح له. أيضا راح نعلمهم كيف الأطفال في مختلف أنحاء العالم يعانون عشان يكونون في المنظومة الدراسية، وراح نتيح المجال لهم أنهم يتبرعون أو يساهمون معنا في إدخال الأطفال المحرومين من المدارس إلى المنظومة التعليمية. أخوي عبدالله، أنت ذكرت 35 مدرسة، طلاب وطالبات وذويهم، يعني نتكلم عن المجتمع القطري كامل. نعم طبعا بالضبط، هو مجتمع متكامل. احنا نسعى من خلال الثمان ساعات هذه اللي راح نكون فيها في الفعاليه انه يكون مهرجان ترفيهي رياضي يدعم الصحه النفسيه ويدعم الشراكات ويدعم ايضا التعليم. لذلك احنا كثير من الانشطه راح تكون متمحوره حول اهميه التعليم وكيف نقدر ندعم التعليم. نعم، إذن باخذ الكلمة من أبو علي، كمجتمع متكامل احنا طبعا ننظر لمثل هذه الفعاليات بنظرة إيجابية، ولكن أيضا نريد أن نضع يدنا معكم، فكيف ممكن احنا نساهم اليوم في مثل هذه البطولات وهذه الأنشطة؟ شنو المطلوب من المجتمع كي يشارك ويساهم؟ نعم، سؤال جميل أخوي أحمد. احنا ما نقدر نسوي مثل هذه الفعاليات ولا نحقق النجاح فيها من غير الشراكات حقيقة. أول شيء الشراكة المجتمعية من خلال الجمهور. الشراكة الثانية هي الشراكة الإعلامية، وإحنا مهتمين في موضوع الشراكات الإعلامية مثل يعني مؤسستكم وتلفزيون قطر دائما يعني داعم لنا ويساعدنا أن نوصل صوتنا للجمهور. أيضا عندنا شركات مساهمة، عندنا الخطوط الجوية القطرية راح تكون من المساهمين والداعمين لهذا البرنامج، عندنا شركة شل، عندنا كارفور قطر أيضا من الشركات المساهمة معانا في دعم هذا البرنامج، وعندنا فنادق الماريوت أيضا راح يكون لهم تواجد ودعم في هذه الفعالية. احنا صراحة من خلال قناتكم احنا نحث الشركات المؤسسات اللي حابين يشاركون معنا ويدعمون. احنا حاطين مثل فئات للمشاركة تبدأ من 5000 إلى 100000 ريال قطري، كل فئة لها مميزات وخصوصيات. فاحنا نرحب أي مؤسسة أو شركة حابة تساهم معنا، فالمجال مفتوح، ممكن يتواصلون معنا ونعطيهم هذه الفئات ويشاركون معنا بالفئة المناسبة لهم. سيد عبد الله، يعني ان ذكرت ان خلال هذه الحمله راح يكون من اهدافها جمع التبرعات، خلينا نتكلم عن الدول والمشاريع التي سوف تستفيد من هذه الحمله، حمله رمضان 2023. نعم، احنا في حمله رمضان مثل ما ذكرت انها حمله ممتده ان شاء الله راح تكون خلال الشهر الكريم، لكن احنا بديناها بالبطوله الرياضيه لان ما زالت الاجواء جميله والناس يقدرون يمارسون الرياضه خلال هذه الفتره. لكن التبرعات راح تكون كاملة ريعها إلى المشاريع التعليمية اللي نقوم فيها. راح تكون الدول اللي بنستهدفها عندنا الصومال، عندنا مشاريع في السودان، عندنا مشاريع في زنجبار، ميانمار، أيضا عندنا برنامج سويا اللي هو يستهدف الطلبة المحرومين من التعليم أو اللي عندهم صعوبات في التعليم في قطر، راح يكون من ضمن المشاريع اللي راح ندعمها من خلال هذه الحملة. نعم، جميل. احنا اليوم نساهم ايضا من اجل التعليم، فهو باب رائع جدا، ودنا ايضا ان تنقل رسالة للمشاهدين الكرام، نجدد فيها دعوة المساهمة في هذا الحدث، اهداف من اجل خير، وايضا حضور ومشاركة الطلاب والتفاعل معهم. اي والله، احنا طبعا الكرنفال هذا نسعى انه يكون كرنفال اجتماعي، كرنفال عائلي،
نجمع فيه محبين الرياضة، محبين الحركة، محبين التعليم، نجمعهم في مكان واحد، ونسعى إن شاء الله أنهم يعني يتعلمون معنا شيء جديد، نتعلم مع بعض كيف نقدر نساعد ونساهم في دفع العملية التعليمية وإدخال الأطفال المحرومين من التعليم في النظم التعليمية. بإذن الله نكون معاكم يدا بيد كما يقال. نعم بالتأكيد، والتعليم هو حق من حقوق الإنسان، وكل الشكر لهذه المؤسسة التي تسعى دائما إلى نشر التعليم في جميع أنحاء العالم. إذن كل الشكر للسيد عبد الله سالم البكري المدير الفني في مؤسسة التعليم فوق الجميع، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة وموفقين إن شاء الله. آمين. ومن هذه الفقرة نتوقف مشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل، ونعود بعدها بإذن الله تعالى. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومن التعليم وهو حق رئيسي للإنسان إلى الصحة وهو حق أيضا رئيسي لكل إنسان، حيث أعلن قطاع العلوم الصحية بجامعة قطر عن مشاركة 23 من طلاب كليتي الصيدلة والعلوم الصحية في مؤتمر منظمة الصحة العالمية النموذجي على غرار نموذج الأمم المتحدة. يأتي ذلك في إطار استعدادهم لأدوارهم المتنوعة في اللجان المختلفة. تفاصيل أكثر، سرنا أن نستضيف الدكتورة ديانا حسن، أستاذ مساعد في قسم الصحة العامة بجامعة قطر. مساء الخير دكتورة، وحياك الله في برنامج حياتنا. أهلا مساء النور، شكرا على الاستضافة. حياك الله دكتورة. دكتورة في البداية خلينا نتكلم عن عن هذا المؤتمر، تفاصيله وعن مشاركة أبنائنا الطلاب فيه. طبعا أكيد، هذا المؤتمر الفكرة الرئيسية منه أنه هو يقدم محاكاة عن الجلسات الحقيقية والواقعية اللي بتتم على مستوى عالمي، تحديدا على مستوى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. هو برنامج يهدف إلى تعزيز التفكير النقدي وطبعا تنمية مهارات الطلاب القيادية، ويستهدف هذا المؤتمر طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات. نعم، لو نتكلم عن الأهداف يعني من هذه المشاركة، شنو الأشياء اللي تبون تحققونها؟ طبعا مثل ما ذكرت، الهدف الرئيسي هو أنه الطالب بيكون عنده يعني تنمية في التفكير النقدي وفي مهارات القيادة، بالإضافة طبعا إلى أهداف أخرى، مثلا أنه الطالب بيكون عنده إلمام أو بتتكون عنده يعني إلمام وإدراك تام بالقضايا العالمية المتعلقة بالصحة، واللي طبعا اللي هو معظم دول العالم يعني بتمر فيها أو بتتأثر فيها. نعم. بالإضافة طبعا إلى مهارات أخرى، اللي هو مهارات مثلا المحاكاة، مهارات اللي هو صنع القرارات، نقاش القرارات. جميل، يعني بعض من الأهداف، يعني من هذه الأهداف صقل المهارات لدى الطالب بالتأكيد. نعم. دكتورة عندكم الآن بعض الدورات والورش لتأهيل الطلاب لخوض غمار هذا المؤتمر، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. طبعا يعني بس أعطيكم فكرة عن كيفية مشاركة الطالبات في هذا المؤتمر. طبعا كل طالبة كانت تمثل دولة من الدول المعينة يعني، وبعد تمثيل هذه الطالبة يعني بعد ما الطالبة بتعرف أي دولة هي بتمثل كمندوب سياسي أو كمندوب دبلوماسي لهذه الدولة، تنضم إلى إحدى اللجان اللي هو اللجان اللي بتكون موضوعة من منسقي المؤتمر. فعلى سبيل المثال من بعض هذه اللجان كان في لجنة مثلا مهتمة بالصحة المتعلقة بالمهاجرين، مثلا كان في لجنة مهتمة بالصحة للجميع، وفي لجنة مثلا مهتمة بالبيئة وتغير المناخ. فبالتالي الطالب بعد ما تنضم إلى إحدى هذه اللجان عليها البحث المكثف، تبحث يعني بحث مكثف عن الدولة اللي هي بتمثلها وعن القضية الصحية المتعلقة بهذه الدولة. فطبعا في يعني دورات وفرتها اللي هو منسقي البرنامج
قبل المؤتمر بتقريبا أسبوعين كان في ورشات ودورات تدريبية للطلاب، لأنه طبعا الطالب لازم يكون عنده المهارات ويكون عنده طبعا الثقة في أنه يخوض أو أنه يشارك فيه كمؤتمر. نعم. دكتورة، شلون تجدون تفاعل الطلاب مع مثل هذه المؤتمرات وأيضا الدورات والمساهمة مع طبعا الجامعة ومع الكلية أيضا؟ طبعا يعني الطلاب يعني حسب ما هم طبعا المعلومات اللي أعطوني إياها أنه طبعا كان مؤتمر جدا شيق ومؤتمر جدا مفيد، وطبعا المشاركة في هيك مؤتمرات مهم جدا، لأنه طبعا يعني دراسة الطالب أو تعلم الطالب يعني لازم يكون خارج أيضا القاعات الدراسية والقاعات وطبعا الحرم الجامعي، لأنه يعني هذه مهارات حياتية يكتسبها الطالب من خلال مشاركتهم في مثل هذه المؤتمرات أو هذه التجارب، وطبعا يعني بياخذوا خبرات حياتية ممكن أنهم يطبقوها طبعا في المستقبل في حياتهم العملية. نعم، مثل هذه المؤتمرات على مستوى الأمم المتحدة يشارك فيها أبنائنا وإخواننا من طلاب جامعة قطر، بالتأكيد سوف يعود عليهم بالنفع الكثير. كل الشكر لك ضيفتنا الكريمة الدكتورة ديانا حسن، أستاذ مساعد في قسم الصحة العامة بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. يعطيهم العافية. طبعا قطاع الصحة وجامعة قطر لها جهود كبيرة تبذل لأجل صناعة الطلاب. مشاهدينا الكرام، في موضوع آخر، حيث أظهرت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج للاستثمار في قطر أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 إلى 2026. وكانت دولة قطر قد حلت ضمن أول 20% من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير، لنتابع. الخدمات اللوجستية لها قدرة كبيرة على تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، عملية دقيقة تعتمد على التخطيط المستهدف وإدارة الموارد لنجاحها، وعنصر أساسي في مواكبة متطلبات العملاء والتفوق على المنافسين، حيث إنه من النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية ستتيح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط المزدهر ومن الرصيد الذي تملكه دولة قطر في هذا المجال، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في الآتي: تعريفات منخفضة للكهرباء، إعفاءات ضريبية، إعفاءات جمركية، أنظمة دعم راسخة، وتوفير بيئة صديقة للأعمال، وشبكة نقل. لوجستيات مارينا توفر تواصلاً عالمياً من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي. شركاء تجاريون متنوعون يوفرون المواد والبضائع الحيوية وبنية تكنولوجية متطورة. دولة قطر في هذا المجال حلت ضمن أول 20% من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، والثانية على الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال، توفير بيئة صديقة للأعمال، شبكة نقل، ولوجستيات مرنة. لم تعد الصناعة اللوجستية للقيادة القطرية مجرد إطار خدمات كغيره، بينما هو أحد عناصر معادلة للقوى المستقبلية للدولة على الخريطة العالمية، وهو التوجه الاستراتيجي التي تعمل عليه دولة قطر. من الاقتصاد مشاهدينا الكرام إلى التعليم، حيث أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن حصوله على الاعتماد الدولي مراجعة الجودة الدولية IQR من قبل هيئة ضمان الجودة في المملكة المتحدة. نعم حسن، ويعد المعهد أول مؤسسة أكاديمية في دولة قطر تحصل على هذا الاعتماد المؤسسي من قبل هذه الهيئة. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا.
حياك الله دكتور، ضيفا دائما ومشرقا في حياتنا. حياكم الله، وانا دائما سعيد. يا مرحبا يا دكتور عبد الوهاب، حياك الله دكتور. في البدايه نبارك للدكتور هذا التميز والتألق من خلال هذا الاعتماد الدولي. خلينا نتكلم عن هذا الاعتماد، الاسس والمعايير التي يعني ادت الى هذا الاعتماد. صحيح، هو اهم شيء طبعا هي 10 اسس ما حاذكرها كلها، لكن أهم شيء فيها هو أن المعهد نفسه فيه آلية داخلية لمراجعة الجودة وضبط، ومحل نهايه نحن نفخر بأنه يعني ما يحتاج يعني نحن نرى أنه هذا الـ يعني سمعة المعهد قوية، يعني المعهد عنده سمعة جيدة، وسلفا عنا يعني علاقات مع جامعات دولية كثيرة، ولكن هو هذا يعني بعمل رسمية أنه نحن يعني في المستوى نفس المستوى الأوروبي مع المعاهد والجامعات الأوروبية، وهذا يعني بنعكس أيضا إيجابا على طلابنا. يعني الآن الطالب اللي بيتخرج من المعهد يكون مطمئن وعالميا مشهود له بأنه في معهد يعني فيه آليات ذاتية لضمان الجودة، عنده مراجعات مستمرة لأدائه، بيضع الطلاب في محور اهتمامه وبيقدم لهم دعم، وفيه أيضا يعني أساتذة جيدين هم يعني بينظروا لجودة الأساتذة وأيضا نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وأيضا التوفير معينات التعليم من كتب ومكتبة و أدوات داتا إلكترونية، كل هذه الأمور متوفرة عند الطلاب. الطلاب أيضا بيجدوا رعاية واستجابة من الأساتذة بسرعة على المشاكل اللي بتواجههم، فكل هذه يعني وضع الطلاب في المحور، وضع ضمان الجودة أيضا بصورة مركزية، كوننا نحن سلفا أيضا عندنا تقريبا ما يقارب نصف برامجنا كانت حصلت على اعتماد دولي من ألمانيا ومن أمريكا، فهذا كله يعني نظري لأنه وهم طبعا جو زاروا شافوا الأداء، شافوا سمعة المعهد أيضا وعلاقات اللي عمله، هذا كله حقيقة نحن نفخر به. أنتم تفخرون به كمعهد، والأثر المردود من وراء هذا الاعتماد ليس فقط على المعهد دكتوري وعلى طلابه، ولكن أيضا يرفع من مستوى التعليم أكاديميا على مستوى الدولة، كأن يكون معهد الدراسات أول معهد أكاديمي يحصل على هذا الاعتماد. صحيح. وهذه شهادة يجعل من باقي مؤسسات الدولة تسعى للوصول إلى هذا الشيء. لا صحيح، خلينا نصحح، يعني كون نحن أول ناس حصلنا على هذا الاعتماد لا يعني أنه المعاهد الأخرى لم تحصل على اعتمادات. يعني نحن في يعني جامعة قطر ما شاء الله يعني، لكن هم حصلوا على اعتماد من جهة أمريكية. نحن نفسنا أيضا نوعنا، حصلنا على اعتماد من جهات أمريكية ألمانية والآن بريطانية، فنبني يرتقي بمستوى التعليم، ويرتقي طبعا بمستوى التعليم، و يعني نحن اصلا يعني بنحاول، هذا جزء من رساله المعهد، ليس فقط يعني مجرد الارتقاء بمستوى التعليم نفسه، بل يعني منافسه الجامعات الغربيه في المعرفه، وليس نكون عالة عليهم، انما دائما نحن قطر والدول العربيه تصبح يعني أسماء يعني ذات وزن في في العالم. دكتور، لو تكلم عن سر هذا التميز وحصولكم على الاعتماد، يعني احنا نعرف ان الجامعات تقام على الدكاترة وايضا المواد والكليات والطلاب والبحوث، فشنو اكثر اليوم المجالات اللي خلتكم تتميزون وتحصلون على هذا الاعتماد؟ صحيح، هو اولا طبعا نحن يعني كمعهد أساسا في رسالة، وفي خلينا نقول يعني باشون أو عاطفة، يعني الناس اللي بيجوا أساتذة الطلاب يعني مش همهم فقط أنه أداء الواجب، إنما بيروا أنه هذا مشروع عربي إسلامي مهم بيحاول يعني يرفع مستوى الشباب
إلى المستوى العالمي، ويرفع مستوى العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى أنها تكون منافسة في إنتاج الإنتاج العربي في هذا المجال، يكون مساوي أو منافس للإنتاج الغربي. وهذا طبعا حصل. يعني مثلا إحنا في الثلاثة أسابيع الماضية كان عندنا مؤتمرات دولية كثيرة. يعني كان عندنا مؤتمر على الإدارة العامة جاء فيه ما لا يقل عن 250 مشارك من كل دول العالم، من 70 دولة. عندنا خلال أيام الماضية مؤتمر مشاركة مع المركز العربي حول الدراسات الأمنية، هذا أيضا جاء فيه كبار المسؤولين في المشاركين في هذا المجال. يعني أصبح الناس الكبار العلماء في كل مجال يروا أن واحد الدوحة هذا هو المكان. الأشياء اللي هم ركزوا عليها أيضا أنه خدمة المجتمع، أنه يعني في هذا المعهد له دور في خدمة المجتمع القطري، في خدمة العلم والثقافة، في خدمة حتى المشاريع القطرية في مجالات معينة. فهذا أيضا نظر له لأنه من الأشياء. وأيضا كما ذكرنا أن وضع الطلبة في المحور وجودة التدريس والتعليم، هذا كله يعني نحن نفخر بأنه هيئة متقدم كان. جميل دكتور. يعني المعهد يعني احنا متعودين دائما عليه ان في اهتمام على البحث العلمي والباحثين. صح. وتطوير هذا الجانب والانتاج المعرفي، خلينا نلقي ضوء على هذه الزاويه. صحيح، هذا طبعا هو اصلا يعني من اهم اهتمامات المعهد، وايضا شريكنا المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات اللي هو يعني هو كان انشا المعهد اولا، وهو الان شريكنا ويشاركنا في نفس المبنى. له يعني باع طويل الآن في النشر، ونحن يعني نمازج بين النشر في المنابر الدولية العالمية، وأيضا النشر العربي باللغة العربية في فالمركز العربي أصبح يعني نشر ما يقارب 400 كتاب منذ نشأته. نحن أيضا في نقطة مهمة يعني نذكرها، أنه المعهد لا يزال في بداية عمره. يعني نحن الآن دي السنة الثامنة في بدايته وكل هذه الإنجازات يا دكتور. وعندما قدمنا ما شاء الله. ما شاء الله. عندما بدأنا نقدم لهذا الاعتماد يعني 2017 كان المعهد عمره سنتين فقط. ما شاء الله. فالحمد لله يعني هذا يعني أيضا يقوي من هذا. هذا يدل على أن المعهد ماشي في خطة منهجية واضحة. صحيح. وعنده هدف يبي يوصل له. وأيضا أحمد. يقدمون تخصصات رائعة، ويعني خلنا نقول دكاترة على مستوى أيضا عالي. دكتور اليوم يعني هذا الاعتماد راح يزيد من المسؤولية، ويعني يضع على عاتقكم أنكم خلنا نقول تزيدون معدل الإنتاج المعرفي وأيضا البحثي. صحيح، هذا هو يعني هدفنا، ونحن يعني الحمد لله أيضا ماشيين في هذا الهدف بثبات. حتى يعني من الأشياء اللي لاحظوها فرق الاعتماد في الزهرة، أنه مثلا إحنا حتى طلابنا أصبحوا بينشروا في المنابر الدولية، هذا بدعم من أساتذتهم طبعا. هذه نقطة أشاروا لها، يعني أنه نحن عندنا طلاب قبل ما يتخرجوا أحيانا وبعد ما يتخرجوا بقليل بدعم من أساتذتهم وبمشاركة معهم، الواحد فيهم بينشر يعني مقالات، يكون في أساتذة لهم يعني سنوات طويلة وحصلوا على الدكتوراه يعني يكونوا فخورين بأنه ينشروها. فهذا نحن نقوي طلبتنا، نقوي مجال النشر، ولكن كما ذكرتم نرفع مستوى التعليم ونساعد في رفع مستوى التعليم طبعا بالشراكة مع المؤسسات التعليمية الأخرى في قطر. نحن لدينا تعاون وثيق أيضا. دكتور أنت أكثر من مرة تذكر عن الشراكات مع المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج، لو نقدر تذكرها لنا. طبعا نحن عندنا يعني شراكة مهمة مع جامعة قطر، عندنا شراكة مع جامعات المدينة التعليمية، مع جامعة حمد خليفة بن حمد، عندنا حمد بن خليفة، جامعة حمد بن خليفة، حمد بن خليفة صحيح، وعندنا شراكة أيضا مع جورج تاون، عندنا شراكات قبل
أسبوعين في هذا الشهر وكان مع ساينس بو في باريس اللي هي أهم جامعة العلوم السياسية والإدارية في فرنسا، وقعنا مع كولومبيا، وقعنا مع الجامعة الحرة في برلين، وقعنا مع جامعات بريطانية، حتى جامعات في نيوزيلندا عندنا مع اتفاقيات، جامعات في الصين عندنا مع اتفاقيات. فيعني الحمد لله في شغال المعهد على قدم وساق وتوقيع مع أفضل الجامعات في العالم وتنوعها. طبعاً 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 يعني بعدين يعني زي ما ذكرت هم يعني المعهد أصبح مثل خلية النحل، يعني دائماً تجد في يعني زيارات عالمية، مؤتمرات، المركز العربي برضو يعني بيساعدنا، عنده مؤتمرات كثيرة، نعم. مدرسة شتوية، أشياء يعني دائماً بيكون في فلو. ونحن ايضا بنفس، انا كنت في فرنسا قبل اسبوعين ايضا او اقل من ذلك، مشاركه في مؤتمر ايضا مع الكوليج دو فرانس اللي هي واحده من اهم المركز العربي الصحيح. دكتور يعني يعطيكم العافيه على كل هذه الجهود، في انتظار طبعا جيل مميز من الطلاب وخريجين رائعين. نبارك لكم هذا التميز دكتور عبد الوهاب الافندي رئيس معهد الدوحة للدراسات، شكرا جزيلا على كل ما تقدمونه لخدمة هذه الفئة المهمة الطلاب. نحن نشكر طبعا قطر ودولة قطر على دعمها، ونشكر أيضا شركائنا في قطر. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، من معهد الدراسات إلى جهاز التخطيط والإحصاء، حيث أعلن عن انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي ينفذ على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتبارا من شهر فبراير الحالي. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المرحلة، لنتابع. إن الأساس العلمي وراء أي تقدم أو تطور ورقي على جميع المستويات وفي شتى المجالات يبنى على التخطيط السليم الذي يستند على معلومات شاملة وصحيحة وبأسلوب إحصائي، حيث أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي ينفذ على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتباراً من شهر فبراير الحالي. أهمية هذا المسح لتوفيره لسلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر. توفير بيانات إحصائية هامة دقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة، معرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام، تحديد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، القوة الشرائية للدخل في الأسرة والظروف المعيشية، دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية، التخطيط للاحتياجات المستقبلية، رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية لرفع جودة الحياة لدى الأسر في قطر، حساب المؤشرات المختلفة لمؤشرات الفقر والرفاهية، رسم السياسات ودعم القرارات الحكومية، تحديد سنوات الأساس للأرقام القياسية مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق، ربطها بالعوامل المؤثرة كالمستوى التعليمي والمهني والاقتصادي. مسح يتم تطبيقه بنظام متكامل يتمثل في الآتي: تصميم صفحة إلكترونية، استيفاء البيانات للراغبين في تعبئة البيانات إلكترونياً دون زيارة الباحث، إنشاء قواعد للبيانات ربطها بالبيانات السابقة، تطوير برنامج خاص لعملية جمع البيانات. الأسرة هي محط أنظار القيادة القطرية ومحور اهتمام الجهات الحكومية، اهتمام نراه اليوم مضاعفاً، فسعادة المجتمع هو ترسيخ لمكانة الدولة كموطن للاستقرار والتنمية والتقدم. طبعاً مشاهدينا الكرام، إلى قطاع الاتصالات، حيث حققت شركة فودافون قطر
إنجازا كبيرا بحلولها في المركز الأول على قائمة أسرع شبكات الجوال في العالم وفقا لنتائج الاختبارات القائمة على المشتركين التي أجريت باستخدام خدمة سبيد تيست، اختبار السرعة التي طورتها شركة أوكلا الأمريكية. نعم أخوي أحمد، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد رامي بقطر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا فودافون قطر. يا هلا مرحبا فيك. أهلا. وأنا أبارك لكم هذا التميز. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. احنا اليوم فخورين بمثل هذه الإنجاز. طبعا شركة فودافون في قطر تحقق هذا التميز، ما الذي يمثله بالنسبة لكم أستاذ رامي؟ طبعا دي جائزة عالمية، لأنه سبيد تيست هو تطبيق كل المستخدمين ممكن ينزلوه ويتعاملوا معاه لاختبار سرعة الشبكة. فأول حاجة يمثلها لنا أنه ده اختبار من قبل المستخدمين مش من قبل أي حد آخر. تاني شيء ده يمثل الأداء الجيد لفودافون قطر مقارنة بكل شبكات الجوال في العالم، لأنه كل مستهلك جوال في العالم يقدر يحمل هذا التطبيق ويقدر يقيس سرعة الإنترنت في الشبكة بتاعته. فإحنا الحمد لله وصلنا لسرعة 238 ميجا بيتس بير سكند كمعدل، وده فارق عن أقرب منافس لنا على مستوى العالم. 238 ما شاء الله، هذا الفارق بينهم. لا ده المعدل السرعة، معدل السرعة. والفارق كم مش متذكر الفارق، بس حوالي 20 عن أقرب منافس، يعني رقم بعد لا يستهان به. سيد رامي، خلينا نتكلم عن كيف تم إجراء عملية تحليل البيانات، خاصة وأنه يعني عن طريق المستخدمين أنفسهم ومن خلال تم اختياركم كأسرع شبكة. هو في الحقيقة أنه أولاً أول حاجة بتبدأ من عند المستخدم اللي بيبدأ بتحميل التطبيق وقياس السرعة، وبعدين شركة أوكلا بتجمع البيانات على مستوى العالم وبتطبق معايير صارمة لتحديد الفائز بالجائزة. قبل ما توصل لهذا الفوز أو النتيجة بتعمل تحليل للبيانات باستخدام تقنيات متقدمة جدا. نعم. من ضمنها استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات تحليل المعلومات أو الداتا ساينس زي ما بيقولوا، علشان تتأكد أن المعايير الصارمة طبقت بحيادية كاملة على كل المشاركين في ما هيش مسابقة، بس هم في الآخر النزاهة والشفافية. النزاهة والشفافية. نعم. يعني أستاذ رامي، لو نتكلم عن الخدمات اللي أنتوا تقدمونها سواء كان في 2022، نتكلم عن 2023، شنو الخدمات الرائعة اللي تتميز اليوم فيها شركة فودافون وتزيد طبعا من عدد العملاء؟ أول حاجة، فودافون استثمرت في العام المالي 2022 ما يزيد عن 660 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 62% عن العام السابق اللي هو 2021. الاستثمارات هي الشق الأول في منظومة بناء التكنولوجيا. احنا ابتدينا رحلة تطوير الشبكة من قبل 2018، وعلشان نوصل للمرحلة دي استثمرنا في بناء شبكات أو مواقع عمل بتعمل بتقنية 5G، الجيل الخامس من الاتصالات. وصلنا لعدد 2037 سايت أو موقع 5G على مستوى قطر. بنينا كمان بنية تحتية قادرة على استيعاب 1200 جيجا بيتس بير سكند أو 1.2 تيرا بيتس بير سكند. ثم كملنا بعد كده بتطوير خدمات التعامل مع العملاء، لأن العملاء محتاجين يتعاملوا بسلاسة بسهولة معنا عن طريق خدمة العملاء. فطورنا ذكاء اصطناعي روبوت يتعامل مع العملاء، يرد على استفسارات العملاء، يسهل التعاملات بيننا وبين العملاء. وتم هذا بلغات ثلاثة، العربية أولا ثم الإنجليزية والإسبانية. جميل جدا. يعني هذا النجاح والتميز لديكم أستاذ رامي بالتأكيد له مسببات، ما هي هذه الأسباب؟ في الأول فريق العمل، فريق العمل كان متواجد بصورة كبيرة
كان مصر على تحقيق النجاح. ثانيا دعم مجلس الإدارة، إن السادة أعضاء مجلس الإدارة قدموا لنا كل الدعم المطلوب من حيث الاستثمارات، من حيث الدعم في أي مشاكل أو عقبات ممكن تواجهنا. ثم إحنا شركة تكنولوجيا في الأول والآخر، فالتكنولوجيا هي الأساس، هي الأساس في كل عمل إحنا نعمله. فإحنا ابتدينا بتطبيق تقنيات جديدة برضو بدءا من 2018، حدثنا كل أنظمة الشركة بالتقريب، ابتدينا نفكر في التعامل مع العملاء ازاي نسهل على العملاء، فقدمنا تقنيات ازاي تقنية التعرف على الإلكتروني على العملاء اللي هي EKYC Electronic Know Your Customer عشان نسهل على العملاء التعامل معنا. فبالتالي أصبح لينا عن طريق My Vodafone App أو الابليكيشن بتاعنا تواجد رقمي في ساحة الرقمنة في دولة قطر، وده من دعائم الاقتصاد القطري. نعم طبعاً أستاذ رامي، إحنا اليوم الكل شهد طبعاً الحدث العالمي اللي هو كأس العالم 2022. إحنا اليوم الكل طبعاً كل المؤسسات أو أغلبها استفادت من هذا الحدث الرياضي، فكيف كان لفودافون دور في الاستفادة من أيضاً هذا الحدث؟ فودافون تتبنى شعار معاً نستطيع، معاً نستطيع، نستطيع. إن إحنا نستطيع فعل أي شيء بالاتحاد جميعاً. والنتائج كانت واضحة، ممكن أوضح نتائج بسيطة عما حدث في هذا البطولة أو الفعل العالمي، الحدث العالمي. إحنا استقبلنا أكثر من 1,800,000 مشجع على شبكة فودافون قطر، قاموا بعمل مكالمات أكثر من 15 مليون مكالمة ناجحة بنسبة نجاح تتعدى 99.9%. قمنا بتنزيل بيانات لخدمة العملاء من الإنترنت وما إلى ذلك 1200 تيرا بايت، يعني 1000 جيجا بايت. قمنا بتطوير 400 كيلو من ألياف الكابلات الضوئية. الابليكيشن بتاعنا أصبح المستخدم يقدر يشتري الخط من فودافون عن طريق الإي سيم والإي كي واي سي قبل ما يوصل قطر، يكون معاه الكونكشن بتاعنا شغال مفعل قادر على التواصل من لحظة وصوله لمطار الدوحة للحظة السفر مرة تانية. فكل المنظومة كانت ناجحة بكل المقاييس والمعايير. جميل جدا، ذكرت أستاذ رامي معا جميعا نستطيع، معا نستطيع، معا نستطيع. إذن هو عمل جماعي وليس عمل فردي. التحول الرقمي والتطور التكنولوجي أهميته في خلال هذه الفترة، وأنتم قمتم بعمل جبار كفريق كامل تحت مظلة هذه الشركة. التحول الرقمي زي ما وضحنا هو من دعائم الاقتصاد الوطني القطري، وكثير من الدول تعتمد على التحول الرقمي أو الشمول الرقمي. هو التحول الرقمي ببساطة أنه كل عميل يجد ما يستطيع أن يجده أو ما يريد أن يجده بصورة سلسة عن طريق الهاتف الجوال أو عن طريق استخدام الإنترنت. بناء على توافر هذه التقنيات بيتم الحصول وتوافر بيانات بصورة كويسة، وبيتم كمان تجهيز البنى التحتية لاستقبال تقنيات زي تقنيات الذكاء الاصطناعي أو المحافظ الإلكترونية أو مثلا السيارات الأوتونوموس كارز أو السيارات ذاتية القيادة. كل ده بيبقى عن طريق بنى تحتية بتبنى بشركات الاتصالات اللي زينا. احنا بالتعاون مع شركات كثيرة في قطاع الشركات سواء كانت شركات كبرى أو صغرى، قمنا بتوفير حلول كثيرة في تقنية تكنولوجيا المعلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي أولا وإنترنت الأشياء ثانية. نعم،
يعطيكم العافية. طبعا أستاذ رامي بقطر الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بفودافون قطر، نبارك لكم طبعا هذا الإنجاز، وشكرا على إيضاحك لنا معلومات كثيرة عما تقدمه شركة فودافون في قطر. يعطيكم ألف عافية، ومرة أخرى نبارك لكم هذا الإنجاز. شكرا جزيلا. إذن حلقة جميلة تميزت بإنجازات من معهد الدراسات إلى فودافون إلى حملات في التعليم فوق الجميع إلى الاقتصاد إلى إغاثة إخواننا في تركيا وسوريا. نتمنى أن تكون نالت الحلقة على إعجابكم مشاهدينا الكرام. قول أحمد. شكرا لك أخوي حسن، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء. فمان الله.